الاي اس اي مقطوعه للوينرز. الوينرز بالهجوم، محاوله تسديده وداخل الشباك، داخل الشباك. النتيجه عم تصبح 1-1 بهيدي اللحظات بين الفريقين. حتى تتخلص بين يدي الحارس. عويها شوي طيب يا كريم، شكرا. بدون اي مشاكل هون ماجد عم بيسدد. الله الله عليك يا مجد الخطيب. الله، تسديدة عالمية صاروخية من مجد الخطيب، عم تسكن الشباك. 2-1 نتيجة لصالح الاي اس اي. يلا 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 في 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 يلا. لصالح ال اي اس اي. الكرة تسديدة بتتخلص، توصل عند رزق، كمان مقطوعة على الجهة الثانية وتسديدة داخل الشباك. أصبحت النتيجة 3-2 لصالح الوينرز. الثانية محاولة يلا شو لصالح فريق الوينرز، وهدف جديد للوينرز بهيدي اللحظات. يلا وهدف جديد. هذا فريق 3، أصبحت النتيجة يلا يلا يلا.